باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما رزق الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في اليوم 15 من شهر رمضان في السنة 3 للهجرة، جعل يربي الحسن والحسين عليهما السلام تربية تجعلهما إمامين قائدين للأمة، لأن عوامل التربية جدا مهمة. بل أن هناك بحثا لطيفا نشر في قبل حوالي 14 سنة، قبل 14 سنة بهولندا سووا بحث عن تأثير الجينات، علم الجينات في الدين. يعني هل يا ترى اكو جين تخلي واحد يصير متدين لو ما متدين؟ سووا بحث وقعا، اخذوا توأم، درسوا التوأم، شخص يكون توأم، درسوا ذلك بحث طويل لحب موجود، اثبتوا في هذا البحث ان الجينات، علم الجينات ما لها اثر في الدين، ان الشخص مؤمن او مو مؤمن. الجينات ما تلعب دور، اللي يلعب دور البيئة والتربية. البيئة والتربية، سنة. البيئة والتربية هي تلعب دور، أنت كيف تربي هذا الشخص؟ هذا واقعا هم يؤيد الأحاديث الواردة في هذا الباب، أن الطفل يولد فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما يخلوه يصير مسلم أو تبع ديانة أخرى. فهذا من التربية. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله انتبه طبعا إلى هذه القضية وجعل يربي الإمام الحسن والإمام الحسين هذه التربية، تربية روحية للقيادة. وذلك عن طريق إشراك الحسن والحسين في بعض الأمور السياسية المهمة، من جملة هذه الأمور
قضية المباهلة. جماعة من نصارى نجران جاءوا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجعلوا يحاجون النبي عن عيسى عليه السلام، يقولون أن عيسى مثلا هو الله أو هو ابن الله. النبي جعل يحاججهم، ما الدليل؟ قالوا أن من أباه، أبوه من هو؟ ما عنده أبوه، هذا الدليل على أنه هو ابن الله. فنزلت الآية الكريمة في سورة آل عمران تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل منه آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنا في اليوم أنا كنت أتكلم مع أحد الأشخاص، قلت له ما الدليل عندك أن عيسى هو ابن الله؟ يقول ما عنده أب. قلت له إذا هذه الحجة لعد آدم أولى أن يكون ابنا لله، لا عنده أب ولا عنده أم. فقال لي أنا ما فكرت بهالقضية من هالباب. قلت له فكر، إذا هالشكل لشون الله خلق آدم، فمثل ما خلق آدم خلق عيسى عليه السلام، وهذا الدليل. المهم بعد نقاش طويل هؤلاء ما اقتنعوا، أو لعله الأنسب أن نقول بقوا على عنادهم، مو أنهم ما اقتنعوا. فالنبي صلى الله عليه وآله جاءت عليه الآية قل انزل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. سوي مباهلة، ندعو الله، احنا ندعو وانتو تدعون، شنو نسوي؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مبدئيا قبلوا، رجعوا، سيدهم عالمهم الأسقف كان عندهم السيد والعاقب من كبارهم، جو إلى العاقب قالوا له، وكان اسمه عبد المسيح، قالوا له: يا عبد المسيح ما رأيك بالليل اجتمع؟ قالوا: شنو رأي مالك؟ شنو نسوي؟ مباهلة؟ قال: أيها القوم، إنكم تعلمون أن محمدا نبي مرسل، صلوا على محمد. ترى الحقيقة واضحة، هو نبي، الدلائل، العلائم، الإشارات كلها صحيحة. بس هسه اللي احنا قلنا ننباهل نباهل خلاص، بس باكر خل نشوف، فلنرى بمن يأتي محمد للمباهلة. اللي يجون وياه من هم؟ إن جاء بأصحابه باهلناه، أم إن جاء بأهله لم نباهل. أصحابه يجيبهم وياه ولا يموتون خل يموتون بالجنة، يعني معناه مو واثق من نفسه. أما لا يجيب أولاده بناته أهل بيته، لا معناته واثق. إنسان الفطرة مالته غريزته تمنعه أنه يضحي بأولاده وبناته إلى آخره. اتفقوا على ذلك، ذهبوا في اليوم الثاني، لبسوا ثيابهم وحليهم، اللي حيث يقول لك المدينة يقول: ما رأينا وفدا كوفدهم. وفد جاي علينا هاللباس هذا، هالصيغة هاي، هالصورة هاي، احنا ما شايفين هيك الشيء من قبل. فحضروا، جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هو يمشي، الحسين على يديه، الحسن في يده، فاطمة عليها السلام تمشي من خلفه، وعلي عليه السلام من خلفها. وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: إذا دعوت أمنوا. كلهم
يعني أنا إذا أدعو الله أنتوا يا أهل البيت أمنوا على دعائي. فتقدم النبي صلى الله عليه وآله، العاقب رآهم، التفت إلى قومه، قال يا قوم إني أرى وجوها كالأقمار، إن سألوا الله أن يزيل هذا الجبل من مكانه لأزاله. فلا تباهلوهم فلن يبقى نصرانيا على وجه الأرض. واللطيف هذه الحادثة، راجعوا تفسير الرازي، الرازي يذكر القضية، يذكرها بل ويذكر أكثر منها. يقول أيضا والنبي صلى الله عليه وآله جمع عباءته، أخذ عباءته ووضع الحسن والحسين وفاطمة وعلي تحتها، ونزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول، يعقب، هو يقول، يقول ولقد اجتمع أهل الحديث والتفسير على صحة هذا الحديث. اجتمع. زين، احنا نسأل الرازي سؤال أكاديمي، أنت لما تروي هالرواية هذه وأنت تقول بهذا القول، لما لا تتفاعل معه؟ لما لا تؤمن به وأنت بنفسك قاعد تقول هالكلام؟ ليش؟ قضيتك شنو؟ مشكلتك شنو؟ ابن كثير يروي نفس الحديث في تفسيره، وهو من كبار المفسرين، ابن كثير راجع التفسير، يروي الحديث برواية عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجابر يتمم، يقول جابر يفسر الآية، شو يقول جابر؟ يقول أبناءنا وأبناءكم من هم؟ الحسن والحسين. هذا جابر في الحديث اللي يروي منه ابن كثير. ونساءنا ونساءكم من هم؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. وأنفسنا وأنفسكم من هم؟ ابن كثير يقول الرسول وعلي بن أبي طالب، الرسول وعلي بن أبي طالب. زين، احنا ناخذ برواية ابن الكثير، ما يخالف، هذه روايتكم. يعني أنت الآن بموجب هالرواية هذا تقول أنت أن نفس علي أو نفس علي هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، نفسه. طبعا احنا لا نقول أن النبي يقول نفسه مضمون مشمول فيها، لأنه هو اللي يدعو. أنا من يدعوك إلى بيتي مثلا، أنت تقول لي من المعزوم؟ أقول لك والله فلان زيد وعمر وخالد من الناس وأنا المعزوم. طبعا أنت معزوم، أنت أول بيت، ما له داعي تقول لي أنا معزوم. هذا اللغو يصير في الحديث، لغو، وحاشا القرآن أن يكون فيه لغو، وحاشا للرسول أن يلغو، والعياذ بالله. الرسول كلامه موزون، وحي من الله سبحانه وتعالى، فلا يقول أنا أيضا لنا تعالوا ندعو. يعني هو الرسول قاعد يقول أدعوكم، أنا أدعوكم، وما يقول أنا هم مشمول بالدعوة. طبعا أنت مشمول بالدعوة، أنت قاعد تدعو. لذلك أنفسنا فقط لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. بس نرجع إلى حديث ابن كثير، هو يقول هم الاثنين. نرجع إلى ابن كثير، نقول له إذا أنت قلت بذلك لما لا تؤمن بهذا الحديث؟ ليش ما تعمل بهذا الحديث؟ هذا أنت قاعد تروي. يعني أنا أسألك سؤال واقع، إحنا لازم نقرأ بعقول نيرة بعيدة عن العصبية، نقرأ نشوف الحق وين. أنا الصراط واحد، صراط مستقيم، نبحث. سألت يعجبك هذا، أنا أحترم رأيك، نحن نحترم آراء المسلمين وندعو لوحدة المسلمين، ولكن نفس الشيء كذلك أيضا علينا أن نراجع، نقرأ، نفهم، حتى نعرف الحق وين، الباطل وين، إلى آخره. فهذا قوله
يأتي العلامة الزمخشري في تفسيره وهو من شيوخ المعتزلة، قال: وإن في هذا، يعني هذا حديث المباهلة، لفضل عظيم لأهل البيت عليهم السلام. هو قوله، هو يقول الكلام. هو إحنا نلتفت العلامة الزمخشري يقول: أنت إذا تقول هالكلام ليش ما تعمل بي؟ أن القضايا واضحة أحيانا. بس بعد فالنبي صلى الله عليه وآله، شوفوا النبي قال لفاطمة ولحسن والحسين وللأمير عليهم السلام: أمنوا على الدعاء، أنا من أدعو أنتم تأمنون. يعني من شروط القبول شنو؟ قول آمين مات أهل البيت عليهم السلام. واحد لا يخبط يقول همنا بالصلاة، لا، هذا في الدعاء. من الشرط القبول تأمينهم على الدعاء. هذا يريك أيضا عظمة أهل البيت عليهم السلام. النبي يدعو ولكن هناك أيضا تأمين من قبل من قبلهم عليهم السلام. بس الإمام الحسن في تلك الحادثة يمكن كان عمره حوالي 5 سنين تقريبا، حسين يمكن 4 سنين تقريبا. تخيل تأخذ طفل وياك عمره 5 سنين في هيك حادثة مهمة، حادثة لها وقع سياسي، لها وقع ديني، جلاء وحق، اللي حيث هذا الرجل العاقب يقول: أرى وجوها مثل هالوجوه هذه. هذا شلون تخلي عند هاي شخصية الإنسان؟ هذا الطفل شو يصير شخصيته؟ تنمو شخصيته، إيش كبطل. فعلا هو كان كذلك. في قضية آية التطهير كما ذكرنا، النبي يشرك الإمام الحسن والحسين عليهم السلام في آية التطهير. هذا شو يسوي بهم؟ خلي يطول عزيمة مالتهم. آيات تنزل فيهم. في سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صام أمير المؤمنين والزهراء عليهم السلام 3 أيام والحسن والحسين معهم وهم يعطون الطعام كله إلى المسكين وإلى اليتيم وإلى الأسير يوما بعد يوم، ويفطرون على ماء، شربة ماء. بس تنزل الآيات في حقهم سلام الله عليهم. انت قاعد هذا الشغل في روح الطفل من معنويات، كيف يجعل الطفل مو جدا مهمة اخواني اخواتي. فتشوف ان النبي صلى الله عليه وآله ركز على تربية الحسن والحسين هذه التربية الصالحة حتى يسويهم عظماء قادة. نعم هم أئمة، هم مولود إمام، مولود هو كإمام، بس النبي صلى الله عليه وآله ينمي هذه القدرة فيهم. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وكان يلعب معهما، يقول هو بأبي وأمي: من كان له صبي فليتصبى له. شوف أسلوب التربية الأخلاق العالية. عندك طفل العب وياه، العب وياه على قد عقله، العب وياه على قد عقله. هو في اليوم كان قاعد في أبي وأمي، النبي صلى الله عليه وآله مركب الحسن والحسين على ظهره الشريف وقاعد يمشي بيهم. النبي صلى الله عليه وآله رئيس الدولة يمشي، رآه أبو هريرة أو على رواية شخص آخر الأول الخليفة الأول رآه، قال لهما: نعم الراكب أو نعم المطية مطيتكما. هذا اللي راكبين عليه، نعم المطية. قال: ونعم الراكبانهما، نعم الراكبانهما. ايش تخلي عنده روحية؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول نعم الراكبانهما. النبي يأتي ويقول: الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. كل هذه الأحاديث شو تسوي؟ تخلق شخصية
هذين السيدين العظيمين، وصية عظيمة فعلا. تراهما لما استلما زمام الإمامة، الإمام الحسن سلام الله عليه لما استلم زمام الإمامة كيف تصرف بالحكمة وأدى الموعظة الحسنة، نصح الناس، أرشدهم، علمهم، أدبهم بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلاق طيبة، نفس كريمة. اليوم كان بأبي وأمي في المدينة وهو سيد بني هاشم في زمانه، يأتي رجل من الشام فيسب الإمام، يشتم الإمام سلام الله عليه وهو في المدينة. الإمام ينظر إليه ويقول له: أراك غريبا عن هذه البلاد، فإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أويناك. فتعجب الرجل، قال: معذرة إليك يا سيدي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والأخلاق الطيبة، أخلاق سيد طيب، فالإنسان أحيانا يتعرض إلى هذه الأمور، شوية خلي حد صبر، سعة صدر، ورأسا ينفعل مع هالأمور هذه. هذا منين إجا؟ من التربية الصالحة، من التربية الطاهرة، من الروحية العظيمة. ويقول الشاعر بخصوص هذه الأمور، يقول: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه التربية من البداية، من البداية تبدأ التربية. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يربي الإمام سلام الله عليه على هذه التربية الصالحة، يحج بيت الله الحرام، وكان بأبي وأمي دائما متواضعا، بل في كمال التواضع، بس كان يظهر عز الإسلام، عز الإسلام. هذا شخص يروي يقول: أنا في يوم عرفة دخلت على الإمام الحسين عليه السلام، خيمة الإمام الحسين يوم عرفة، فرأيته وأصحابه وهم صائمين يصلون يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم قمت ودخلت على الإمام الحسن في خيمة الإمام الحسن عليه السلام، فرأيتهم فاطرون يأكلون الطعام، مائدة كبيرة. يقول الإمام الحسن لما شافني أنا مثل مندهش، قال لي: ما خبرك؟ شنو القضية وياك؟ قال له: سيدي، أنا دخلت على أخوك الحسين، شفت هيك وضعه، الحالة، العبادة، الخشوع والكذا، وأجي أدخل عليك أشوفك أنت بهالحالة وأنا متعجب من وضعك. قال: أما تعلم أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال عني وعن الحسين أخي إمامان قاما أو قعدا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: فهو اليوم إمام للصائمين وأنا إمام للفاطرين. اللي يريد يصوم يشوف الحسين سلام الله عليه اليوم شنو وضعه هالشكل، هذا يقتدي به. واللي يريد يفطر هل يكون مثلي، ينصب الموائد، بس مو بس لنفسه، وللحاشية، وللملك فلان، وللشيخ فلان، لا، مفتوحة للجميع. أي واحد يجي يطب يقعد يأكل، أهلا وسهلا، يتفضل، الفقراء، المحتاجون، كلهم يجون. هكذا تنصب الموائد، هيك. هذا يقول: أنا حجة وأخي حجة،
حتى الناس تسعون تشوف. بعدين هو نفس الشخص لطيف بعد كم سنة الإمام الحسين سلام الله عليه استلم الإمامة بعد أخيه الحسن عليه السلام، يدخل على الإمام الحسين في خيمته فيراه فاطرا، لما يشوف فاطر يوم عرفة، بس ابن علي بن الحسين صائم، يقول له أنا دخلت عليك قبل فترة أنت كنت صائما اليوم فاطر، قال بلى حتى لا تجري بذلك السنة، لا يكون في الواحد يقول هذا الحسين كان دائما يصوم يوم عرفة احنا نقول نصوم بعد السنة حتى الناس لا تشتبه عليهم الأوضاع. ابني الآن هو صائم، علي بن الحسين هو صائم، أنا اليوم فاطر. شوفوا العلم هذا واقعا من رحمة الله علينا، واقعا من رحمة الله علينا أن جعلنا الأئمة عليهم السلام حتى يرشدوننا يعلموننا. مو يدخل سفيان الثوري، سفيان الثوري صاحب مذهب كان بس مذهب انقرض راح، دخل على الإمام الصادق عليه السلام فرآه لابسا لباسا من خز، شوية لباس نقول مثلا جميل جيد، فاستاء من ذلك، قال له يا ابن رسول الله أكان جدك يلبس هذا اللباس؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيك يقعد يلبس؟ انت شنو لابس هيك ملابس؟ يعلم الإمام سلام الله عليه، إمامه من انتبه إليك؟ لا شوف، أولا في زمن النبي صلى الله عليه وآله المسلمون كانوا فقراء، الحالة المادية كانت بسيطة وتعبانة، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يلبس، شوف هناك المعدل الشخص شنو يلبس، كان يلبس هذا الشيء لباس بسيط حتى يتلائم مع المعدل من الناس. هذا أول. اليوم انفتحت ما شاء الله الدولة الإسلامية، كبرت عظمت استقرت، هذا لباس اليوم المعدل من الناس يلبس هالشكل تقريبا، وانا ما اجي البس لباس مثلا اللي كان هو نفس اللباس يلبسه رسول الله صلى الله عليه واله. نحن نرى المجتمع شنو؟ نتواكب مع المجتمع، هاي اولا. ثانيا رسول الله صلى الله عليه واله هو كان الخليفه والحاكم، وكان الحاكم، فبما ان كان الخليفه والحاكم كان يتضامن مع الفقير من الشعب، ضامن وياه. الإمام علي سلام الله عليه ممكن يروح للسوق يشتري قميصين، واحد بثلاثة دراهم والآخر بدرهم، يلبس أبو الدرهم ويعطي أبو الثلاثة إلى قنبر خادمه، الخادم يقول سيدي أنت أمير المؤمنين وتحتاج إلى هذا، قال له يا قنبر أنت شاب وفيك شره الشباب، تحبون هالموديلات والهاي الأسواق والأمور هاي الكشخة، هاي أنت تحب السوالف هاي أخذها إلك، أنا بعد كبير على السوالف، أنا أخذ أبو الدرهم أنت تأخذ أبو الدراهم. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان أيضا خليفة الدولة وصل الله إلى الخلافة، كان كذلك يتضامن مع الفقير بالمجتمع، الفقير مع الناس، وكان يكنس بأبي وأمي بيت المال وينادي يا صفراء يا بيضاء غري غيري، يوزع كل على الفقراء لا يأخذ منه درهما واحدا، عند قطعة أرض كان يفلحها وهل اللي يجي من عندها هو هذا، كان حتى لما ذهب إلى الكوفة ما أخذ بيتا واحدا من مال المسلمين، درهما واحدا ما أخذ، هكذا كان، هكذا كانوا بأبي وأمي، هالكرم هالجود هالعطاء. فالإمام الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحاكم الشرعي وهو الخليفة، فكان يتضامن مع أبسط الناس، بس أنا اليوم مو الخليفة الظاهر، أنا بالظاهر مو أنا الخليفة، نعم هو خليفة الله والحجة بس مو الظاهر، إذا أنت صلق هيك بطل روح تكلم الأبو جعفر المنصور ادخل عليه قل له هالكلام هذا. لكن القضية وين؟ أن الإمام سلام الله عليه وضح لنا، وإلا تجيك اليوم مثلا يجوك ناس يقول لك احنا لازم نلبس هاي الدشاديش نفسها اللي كان يلبسها مثلا النبي صلى الله عليه واله، أو الأمير أحيانا كان يلبس لباسا مرقع، لأنه كان يتضامن مع الفقير في المجتمع. اليوم الوضع تغير، الإمام الصادق أجى قال لنا أن الوضع اليوم تغير، تغير الوضع، فالإمام الصادق يلبس الملابس الفاخرة يواكب العصر.
احنا اليوم بدنا نبدا من المسجد شلون؟ لولا التوضيح لا اشتبه علينا الامر. فهذه من رحمه الله سبحانه وتعالى علينا. ترى الامام الحسين كان لا بسيط، حياته بسيطه، بيته بسيط. امام الحسن لا، كان بيته شويه منعم كبير، ولعله والله اعلم، لعله اراد ان يبين للناس ترى مو بس هو يملك الاموال، احنا هم نملك الاموال، احنا هم عندنا. اللي بيكم يركض ورا الدنيا ترى احنا الدنيا هم تجينا، اللي يترك الدنيا تاتيه الدنيا والاخره. العزه نحن اعزنا الله بالاسلام، عندنا لعله والله اعلم اراد ان يبين ذلك للناس، لان الناس تركوه وذهبوا الى معاويه في زمانه. الامام اراد ان يبين لهم ذلك لعله. لكن هل سلم الامام من الاقلام الامويه والحقد الاموي؟ كلا كلا. الى يومنا هذا ترى البعض يتهم ويتقول الاقاويل على الامام سلام الله عليه. البعض طلب مني ان اتكلم عن قضيه زواج الامام سلام الله عليه، هذه احدى الامور التي يتهمون بها الامام، ان الامام كان مطلاقا، يتزوج يطلق، يتزوج يطلق، وهكذا. اشاعات على الامام سلام الله عليه. اللطيف اكو كاتب عنده كتاب اخذته انا اشتريته في الحج، لما رحت للحج اكو كتاب كاتب واحد اسمه الدكتور الصلابي. اسم الكتاب الحسن بن علي الخليفة الخامس او خامس خلفاء المسلمين الخامس. عنده الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. فهو اللطيف اللي جذب انتباهي انه يقر بخلافة الامام الحسن كامام الخامس كالخليفة الخامس. هذا شيء لطيف. طبعا انت تقرا الكتاب الافكار مع الاسف مختلفه. افكار مثلا هو يرد على بعض المؤرخين بس ردا واهيا. على اي حال احنا سمو هذا وضعنا. اللطيف ان في كتابه هو يجيب على هذه الشبهة، شبهة أن الإمام الحسن كان مطلقا، يقول هذا اختلق في الإمام عليه السلام، عليه السلام مني أنا طبعا. يقول هاي اختلقوها على الإمام. والدليل هو يستشهد بماذا؟ يقول إذا فعلا الإمام كان هالشكل، كل يوم كان يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، جهالة وينهم؟ وين الجهالة؟ هذه على جهالة عنده هواية جهال، هواية أطفال. تشوف الملك الفلاني ما شاء الله مات صار له 20 سنه 30 سنه وله هسه اولاده واحد ورا الاخ. ما له يخلصون ما شاء الله. ف هذا ملك عاد. زين انت تقول ان هذا متزوج ويطلق ويزوج كل سنه كان يطلق امراه ويتزوج باخرى. الاولاد وينهم؟ عدد اولاد الامام سلام الله عليه 15 واحد او كل 18 واحد. هذا فد شيء طبيعي بذاك الزمن، حتى اصلا في زماننا هذا من البعض عندهم زوجه واحده عندهم هالعدد من الاطفال. في امريكا مره قرات عن جريده شخص عنده 16 طفلا من امراه واحده. يعني جائز من امراه واحده يصيب. فالامام سلام الله عليه عنده 15 طفلا 18 كلش كلش. إذا كنا عندنا زواجات وين الأولاد؟ ثانيا هذول الزواجات شخصية كشخصية الحسن عليه السلام الأضواء مسلطة عليها، أسماءهم شنو؟ وينهم؟ وين الجوي؟ كتبوا لنا الأسماء، منين طلعوا؟ اذكروهم خصوصا شخصية كالحسن عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد بني هاشم في زمانه. زواجات النبي احنا مو نعرف منهن؟ موجود مذكورات من هن زوجات النبي صلى الله عليه واله نعرفه. ايش معنى ما نعرفه؟ مثلا هاي زوجات الامام الحسن هذول منهم. فلذلك قضيه مفتعله على الامام سلام الله عليه، اكاذيب تقولوها على الامام.
أنه كان يفعل هكذا، إلا أن الإمام كان عفيفا طاهرا شريفا. بعدين الإمام سلام الله عليه ما يحترم مثلا حقوق المرأة، ما يقدر المرأة، يجي يزوجها سنة ويطلقها ويقولها روحي مع السلامة ويجي يأخذ أخرى، ما دي بشر ما لها حقوق. يعني أنت الإنسان إذا إنسان عادي عنده شوية أخلاق خلق نبيل ما يجي يسوي هيك شيء فعل. بس أقول يتزوج واحدة اثنين ثلاثة ما يخالف، بس مو يجي يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق هاللعبة. إنسان عنده شخص عادي ما يسوي. خير الإمام سلام الله عليه. فالقضية مفتعلة كما تقولوا عليه الكثير من الأقاويل. أي مو 60 سنة يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام والحسن والحسين على منابر بني أمية، منابر بني أمية 60 سنة، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأوقف الشتم في صلاة الجمعة، منعه. لذلك يجي الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يقول له يا ابن عبد العزيز لو بكت العين من أمية رجلا لبكتك. يعني أنا إذا أريد أفشي على فد واحد من بني أمية مو إني راح أفشي عليه، إذا قالوا لي اختار فد واحد منهم دولة تفشي عليه أنا أختار كنت، لأنه وظف السب والشتم وأرجع فدك إلى الإمام السجار عليه السلام، رجع لفدك بعد تلك السنين كلها. فهكذا كانت القضية 60 سنة يشتم الإمام سلام الله عليه على المنابر ويتقولون عليه الأقاويل، وعلي بن أبي طالب يشتم أيضا على المنابر ويتقول عليه الأقاويل. لطيف يقول لك أكو شخص كان في الشام كانوا يشتمون علي بن أبي طالب، هذا التفت الأبو قال له بابا شو أنت ما تشتم علي بن أبي طالب، شنو أنت قلبي تخاف صرت ويا علي بن أبي طالب من جماعة صرت. قال لا بني أنا مو هالشكل. قال له ليش ما تشتم علي بن أبي طالب؟ قال له بني أنا رجال كبير بعمر، هذا الرجل يقصد به علي سلام الله عليه يقول هذا الرجل بناه الإسلام، فوصلت إلى يقين أن من بناه الإسلام لا يهدمه الناس، بل كلما شتمناه ازداد علوا ورفعة، لذلك بطلت أشتم هذا الرجل. طبعا هو من حقده والعياذ بالله من حقده وما يريد يصعد بعد أكثر من حقده، يقول بعد بطلت أشتم هذا الرجل لأن كل ما نشتم ده يصعد فوق. هذا شيء لطيف واقعا، شيء لطيف. يعني ما أظن أكو شخصية في الإسلام تعرضت لما تعرض له الإمام سلام الله عليه من النقد. الإمام مالك يسأله ولده، أو الإمام أحمد يسأله ولده عبد الله ما رأيك بعلي بن أبي طالب، يقول ما رأيت رجلا كتم أعداءه فضائله حسدا وكتم محبيه فضائله خوفا، فوصلنا من فضائله ما يفيق كل الصحابة. على الرغم من هذا كل أكثر الصحابة له فضائل هو علي بن أبي طالب ومناقب له علي، على الرغم من هال حرب والعداء له. فهذه ما نراه. لذلك يقول الزمخشري وهو من كبار علماء المعتزلة يقول كثر الاختلاف والشك وكل يدعي أنه الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي، فاز كلب في حب أهل كهف فكيف أشقى في حب آل النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنحن نتوجه إلى الإمام سلام الله عليه المجتبى، هذا الإمام العظيم، هذا الذي أدخل مولده الشريف أو مولده الشريف السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ويلقب هذا الإمام بكريم آل محمد. نلتفت إليه ونقول له سيدي أنت الكريم ونحن الفقراء،
نحن فقراء إليك، خذوا بيدي يا آل بيت محمد. عندنا حوائج، وحاجتنا الكبرى منك يا ابن رسول الله الشفاعة، أن تشفع لنا في الدنيا، في القبر، في الآخرة. ها نحن اليوم قد اجتمعنا لأجلك لنحيي ذكراك، وقال الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فيا سيدي، يا ابن رسول الله، أيها الكريم ارحمنا، أيها الكريم اشفع لنا. نتوجه إلى الله به وبأهل البيت بالدعاء في هذه الليلة، ونحن في مجلسهم ومجلس ذكرهم، وهي لحظات استجابة الدعاء، وكلنا أصحاب حوائج. فلنقرأ سوية هذا الدعاء العظيم الذي فيه ذكر 14 من المعصومين الذين قال الله عنهم في حديث الكساء: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يدور ولا فلك ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسرى. فنحن ندعو الله بحقهم وبحق ذريتهم إلا من قضى حوائجنا. فالجميع معي: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسين، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله.
أيها المجتبى يا ابن رسول الله سيدي يا كريم آل محمد ها نحن في مجلسك ونذكرك يا مولاي ونتوجه إليك بحوائجنا وأنت كريم أهل البيت فتحنن علينا بكرمك يا مولاي هيا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا مظلوم البقيع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا
استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا غريب الغرباء ارحم غربتنا في قبرنا يا مولاي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الجواد التقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا غريب بغداد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا غريب سامراء يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي سيدي ها نحن الآن مجتمعين في مجلس عمك الحسن سيدي وكلنا أصحاب حوائج سيدي انظر إلى مجلسنا بنظرة منك إلينا يا مولاي يا صاحب الزمان سيدي أدركنا أدركنا أدركنا
الساعة 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 العجل 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 يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تأجرنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا يا وجيهك عند الله اشفع لنا يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي يوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا لقضاء الحوائج أما يجيب شفاء المرضى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بتعجيل الفرج أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 إلهي يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا إله العالمين الله
بالحسن المجتبى كريم آل محمد اغفر ذنوبنا يا الله، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله، مع محمد وآله الأطهار يا الله. إلهي بكريم آل محمد اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. إلهي بكريم آل محمد شافي وعافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، على الخصوص من أوصونا بالدعاء منهم. اللهم اقض حوائجهم، شافي مرضاهم، ألبسهم لباس العافية، واحفظهم في أوطانهم وديارهم بحفظك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بباب الحوائج الإمام المجتبى أوزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، ولا تخلنا من زيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. إلهي بكريم آل محمد اجعلنا وذريتنا إلى يوم الدين من شيعته المتقين يا الله، ومن خدمته المخلصين يا الله، وارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا الله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكفل أنظارنا بنظرة منا إليك. اللهم نقسم عليك بالزهراء فاطمة ونحن في مجلس ولدها يا الله، إلا ما رزقتنا شفاعة الزهراء يا الله يا الله يا الله، لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح أموات الجالسين والحاضرين والبادرين والمؤسسين، رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.